التربوية السورية، أسعد الله أوقاتكم. سنعرض اليوم بعض المواقف التعليمية لمادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي. معكم الموجه الاختصاصي لمادة الرياضيات أولى مخول تربية اللاذقية، والآنسة بشرى حسن تربية اللاذقية، والأستاذ فايز علي ديب أيضا تربية اللاذقية. سنبدأ مع الأنسي بشرى. أنسي بشرى، الموضوع أو الموقف التعليمي اللي محضرتي لنا إياه اليوم يتكلم عن الاستقلال الاحتمالي لمتحولين عشوائيين. شو ممكن أفكار ممكن نقدمها للطلاب؟ أول شيء بدنا نحكي عن الزوج الاحتمالي لمتحولين عشوائيين، نعم. ومن ثم كيف نبرهن إنه هالزوجين هما مستقلين احتماليين أم لا، أو الطريقة اللي نبرهن إنه مستقلين أم لا. مستقلين أم غير مستقلين؟ تفضلي يا أنسة بشرى. السطر الأول والعمود العمود رقم جي. جي تمام. أما العمود رقم M وهي عبارة عن تقاطع X تساوي 1 وال Y تساوي ال M، ونرمز له بواحد باحتمال 1 M. كذلك بالنسبة للثانية الأولى السطر الثاني والعمود الأول وهو عبارة عن تقاطع X تساوي 2 وال Y تساوي 1، ونرمز له ب 2 1. كذلك بالنسبة إلى الخانة الثانية وهي عبارة عن السطر الثاني والعمود الثاني، ونرمز له ب 2 2، وهي عبارة عن تقاطع x يساوي 2 وال y تساوي 2. كذلك بالنسبة إلى السطر الثاني والعمود رقم g فهي عبارة عن b 2 g. أيضا بالنسبة للسطر الثاني والعمود رقم m وهو عبارة عن b 2 m. أما عندما الإكس تساوي أي السطر رقم I والعمود رقم 1 فهي عبارة عن تقاطع X تساوي I والواي تساوي 1، ونرمز لها ب DI 1. السطر رقم I والعمود رقم 2 وهو DI 2. وكذلك بالنسبة لباقي الحالات، I
الواحد. السطر الثاني هو عبارة عن مجموع السطر الثاني ويساوي احتمال انه الاكس يساوي 2. السطر رقم اي عبارة عن مجموع السطر رقم اي فهو عبارة عن احتمال اكس يساوي اي. السطر رقم ام هو عبارة عن مجموع السطر رقم ام وهو احتمال اكس يساوي سطر ام يساوي احتمال اكس يساوي ام. اما قانون وهو عبارة عن مجموع العمود الأول وهو احتمال موال تساوي واحد، العمود مجموع العمود الثاني هو عبارة عن احتمال موال تساوي اثنين، أما العمود رقم ج وهو مجموع العمود رقم ج وهو احتمال موال تساوي ج، وكذلك بالنسبة إلى العمود رقم ام وهو مجموع العمود رقم ام ويساوي احتمال موال تساوي. هسي بشرى بس بالسطر الأول قانون الإكس العمود الأخير احتمال إكس يساوي الواحد، المقصود فيها إنه احتمال إنه نحن عم نثبت السطر الأول وعم يتغير معي العمود الموجود، يعني احتمال أن يأخذ المتحول العشوائي القيمة إكس واحد تمام ويتغير معي عنا الواي واحد واي اثنين واي اثنين حتى الواي، يعني هو القانون أو يمثل القانون الاحتمالي لا إكس يساوي واحد لا إكس يساوي إكس يساوي يعني القيمة الأولى القيمة الأولى نعم كمان نفس الشيء عندما الإكس يساوي 2 هون كمان نحن عم نثبت الإكس اللي هي تساوي 2 ما عم يتغير معي واي 1 واي 2 واي نعم حتى الإن هون كمان لازم نلاحظ إنه نحن مجموع قانون إكس وقانون واي لازم يطلع معي إنه مجموع الدي مجموع الدي إن إم يساوي الواحد مجموع قيم الواي مجموع قانون اكس لازم يكون عندي يا يساوي الواحد. مثال لنتأمل التجربة الآتية، لدينا صندوق يحوي على ثلاث كرات، واحدة حمراء واحد واثنتان برقوان تحملان الرقمين 2 و 3. ندخل من الصندوق عشوائيا كرتين على التتالي مع الإعادة، هنا أن نتذكر مع الإعادة، ولتكن أوميجا هي مجموعة النتائج الممكنة من هذه التجربة، فتكون أوميجا هي إما بما أن نحن نسحب نحن كرتين، فإما أن تكون الأولى هي حمراء والثانية هي حمراء لأنه مع الإعادة التجربة، يعني نحن أخذنا كرة حمراء رجعناها وممكن أنا أخذنا مرة ثانية للكرة الحمراء. فأول ثنائية هي واحد واحد، أو إما أن تكون الأولى حمراء رقم واحد والثانية زرقاء تحمل رقم اثنان فهي ثنائية واحد اثنان، أو الأولى حمراء رقم واحد والثانية زرقاء تحمل رقم ثلاثة فتكون واحد ثلاثة، أو ممكن أن تكون الأولى زرقاء تحمل رقم اثنان والثانية رقم واحد وهي اثنين واحد، أو أن تكون الكرة الأولى زرقاء تحمل رقم اثنين والثانية كمان تحمل رقم اثنين لأن التجربة عندي مع الإعادة. أيضا ممكن أن تكون الأولى تحمل رقم الكرة الزرقاء تحمل رقم اثنين والثانية كمان زرقاء تحمل رقم ثلاثة، أو أن تكون الأولى زرقاء تحمل رقم ثلاثة والثانية حمراء تحمل رقم واحد، أو الأولى زرقاء تحمل رقم اثنين و ثلاثة ثلاثة اثنين، أو أن تكون ثلاثة ثلاثة. نعرف على أوميجا المتحول العشوائي إكس الذي يقدم بكل نتيجة للتجربة عدد الكرات الزرقاء المسؤولة. إذا هنا قيم المجموعة إكس التي تأخذها هي عبارة عن سحب الكرات الزرقاء، إما أن لا نسحب ولا كرة زرقاء أو كرة واحدة أو كرتان. نعرف على أوميجا أيضا المتحول العشوائي واي الذي يقدم بكل نتيجة بتجربة مجموع رقمي الكرتين المسحوبتين. إذا تأخذ قيم واي هي أن تكون مجموع الكرتين يساوي إما واحد زائد واحد هي اثنين أو واحد زائد اثنين هي ثلاثة،
واحد زائد ثلاثة هي أربعة، اثنين زائد ثلاثة هي خمسة، أو ثلاثة زائد ثلاثة هي ستة. والآن لنأخذ الجدول الذي يمثل القانون الاحتمالي للزوج X و Y، ونستنتج القانون الاحتمالي لكل من X و Y. لدينا جدول قانون X power، قيم X هي 0 1 2 وهي تمثل عدد الكرات المسحوبة بالقاب، Y هي 2 3 4 5 6 وهي تمثل مجموع الكرتين المسحوبتين. لدينا قضاء العينة كما ذكرنا سابقا. أول شيء رقم الكرتين الكرات الموجودة عندي. هلا عدد الكرات الزرقاء، هون عندي ولا كرة زرقاء، إن الواحد هو عدد هي لون أحمر، الكرة لون أحمر، فعندي أنا هون صفر من الكرات الزرقاء. واحد اثنين، في عندي أنا هون كرة واحد الزرقاء اللي بتحمل الرقم اثنان، فعندي أنا هون واحد. واحد ثلاثة، عندي هون عدد الكرات الزرقاء هي واحد واللي بتحمل الرقم الثالث. اثنين واحد، أيضا عدد الكرات الزرقاء هي واحد. اثنين اثنين، هنا كرتان زرقاوتان. اثنين ثلاثة، أيضا عدد الكرات الزرقاء هي اثنين. ثلاثة واحد، هي عدد الكرات الزرقاء واحد. ثلاثة اثنين، عندي كرتان زرقاوتان. ثلاثة ثلاثة، أيضا عدد الكرات الزرقاء هي اثنين. مجموع الكرات واحد زائد واحد، عندي اثنين. واحد اثنين مجموع يساوي ثلاثة. واحد ثلاثة مجموع أربعة. اثنين واحد مجموع ثلاثة. اثنين اثنين أربعة. اثنين ثلاثة خمسة. ثلاثة واحد مجموع أربعة. ثلاثة اثنين مجموع خمسة. ثلاثة ثلاثة لا. لنملأ الجدول الآتي، القاعدة الأولى وهي عبارة عن عدد الكرات المسحوبة، لا يوجد ولا كرة زرقاء ولكن مجموعها يساوي اثنين. لدينا صفر عدد الكرات ومجموعة اثنان، فهي عنصر زوج واحد من أصل ثمان أزواج، من أصل تسع أزواج، فرح يكون عندي أنا نكتبه أنسى بالإيد معلش واحد عفوا نعم. القاعدة الثانية وهي عبارة عن أنه لا يوجد عندي ولا كرة زرقاء ومجموع ثلاث، عندي فقط عدد الكرات الزرقاء ولا وحدة والمجموع عندي اثنين، فمعناتها هون تقاطع يساوي الصفر، تقاطع يساوي الفاز احتمال متساوي الصفر. أيضا ولا كرة زرقاء ومجموع أربعة أيضا صفر. أيضاً ولا كرة الزرقاء ومجموع صفر، أيضاً بالنسبة لنا عدد الكرات الزرقاء ستة. أما إذا كان عدد الكرات الزرقاء هي كرة واحدة ومجموع اثنان، نلاحظ عدد الكرات مفروض كرة واحدة مجموع اثنين. نلاحظ إنه أنا عندي ولا ما في عندي تقاطع مساوي الفاز احتمال مساوي. عندي كرة واحدة ومجموع ثلاث، كرة واحدة مجموع ثلاث، لاحظ أي مجموع ثلاثة، مجموع ثلاثة فقط، فاحتمالا هم لو جمعنا أصل تسعة يعني اثنين على تسعة، كرة واحدة مسحوبة زرقاء ومجموعهم أربعة، عندي
واحد اسمع فعنصران زوجان من أصل تسعة كمان احتمال اثنين على تسعة عدد الكرات هو واحد رقاء ومجموعهم خمسة ملاحظ هنا ولا يعني ما تقارب يساوي الصفر فاحتمال تقارب يساوي الكرات فاحتمال يساوي الصفر أيضا بالنسبة إلى المجموع يساوي ستة فاحتمال يساوي أما إذا سحبنا كرتان برقاوان ومجموع اسمان فنلاحظ الكرات عدد الكرات الضرقاء 2 مجموعة 4 مجموعة 5 مجموعة 8 لا يوجد تقاطع قليل احتمال يساوي الصفر نعم أما مجموع يساوي 3 أيضا صفر كمان لا يوجد لدينا مجموع 4 عدد الكرات المسحوبة 2 واحد فقط إذا هي واحد من أصل تسعة مجموع الكرات المسحوبة خمسة وعدد الكرات المسحوبة هي كرتان برقاوان فنلاحظ أن هي عندي زوجان فهي احتمال اثنين على تسعة أيضا كرتين مسحوبتين برقاوان ومجموع مساوي ستة لدينا عنصر زوج واحد واحد على تسعة الآن بنوجد هذا هو الجدول الزوج الاحتمالي لإكس هو والآن بنوجد قانون إكس وقانون واي كما ذكرنا قانون إكس قانون إكس وهو عبارة عن مجموع السطر الأول وهي عبارة عن واحد على السادات ويساوي واحد على السادات يعني احتمال أن يأخذ المتحول العشوائي القيمة صفر أما عندما X يساوي الواحد فهو عبارة عن مجموع السطر الثاني وهي عبارة عن صفر ذات 2 على السادات 2 على السادات صفر ذات صفر يساوي 4 على السادات أما عندما x يساوي 2 هو عبارة عن مجموع السطر الثالث 0 زائد 0 زائد 1 على 9 زائد 2 على 9 زائد 1 على 9 ويساوي 4 على 9 أما قانون y وهو عبارة عن مجموع العمود الأول وهو عبارة عن y يساوي 2 1 على 9 زائد 0 زائد 0 واحد على تسعة عندما واي تساوي ثلاثة فهي عبارة عن اثنين على تسعة وهي عبارة عن مجموع العمود الثاني أما عندما واي تساوي الأربعة فهي مجموع العمود الثالث وهي ثلاثة عكس العمود الرابع وهو عندما عندما الواي تساوي 5 فهي مجموع العمود الرابع 1 0 0 2 على 9 ويساوي 2 على 9 أما العمود الأخير فهي أيضا عندما الواي تساوي 6 فمجموع يساوي 1 على 9 والآن نلاحظ أيضا إذا جمعنا قانون واي وقانون إكس فنلاحظ أنه يساوي 1 واحد على تسعة زائد اثنين على تسعة زائد ثلاثة على تسعة زائد اثنين على تسعة زائد واحد على تسعة واحد واحد زائد اثنين ثلاثة ثلاثة ستة سبعة ثمانية تسعة على تسعة ويساوي الواحد أيضا قانون إكس مجموع أيضا لازم يساوي عندي الواحد واحد على تسعة زائد أربعة على تسعة يساوي خمسة على تسعة زائد أربعة على تسعة يساوي على تسعة مجموع يساوي الواحد يعني مثلا الجدول موجود في حال فقدت بعض عناصر الجدول أو بعض خانات الجدول نستطيع ملئها الجدول إذا فقدت بعض عناصره بعض خاناته نستطيع تابعة هذا الجدول اعتمادا على قانون الإكس وقانون الواي وبعض القيم الموجودة مثلا لو كان عندي أنا مثلا 2
السطر الثاني العمود الثاني لو كانت 2 على 9 مخفية. تمام. فهنا وموجود معي أنا مجموع أو قانون الإكس عندما إكس يساوي الواحد موجود 4 على 9 فالمفروض أنا أحطهم 2 على 9. كيف حطنا نحن نقدر نحن نوجد هذا القانون المفقودة؟ تمام. إذا فيني أنا أملأ الجدول بمعرفة بعض قيم قانون إكس وقانون الواي. تمام. كما ذكرنا سابقا مراحل الحل عندما x يساوي صفر اي ولا كرة مسحوبة بالطاقة تقاطعنا عندما يكون مجموع هذه الكرتان تساوي اثنان واحد ان الزوج هي واحد واحد اي احتمال هما احتمال صفر اثنين من واحد على تسعة يعني الزوج واحد على تسعة اما عندما x يساوي صفر ولا كرة مسحوبة بالطاقة ومجموع تساوي ثلاثة فنلاحظ انه تقاطع يساوي واي ايضا بالنسبة ولا كرة بطريقة مشابهة لما طبعا بطريقة مشابهة يمكن إيجاد انه عندما نسحب كرتان برقة نعم هسي بشرى بالنسبة للاستقلال الاحتمالي للمتحولين لكي نبرهن انه الحدثين الحدثين نعم يعني نعم ان يكون احتمال اكس يساوي الاكس اي تقابل الواي يساوي الواي غير لازم يساوي احتمال الاكس يساوي الاكس اي ضرب الواي نعم هلا لو لاحظنا نحن الجدول اللي كان موجود سابقا هل الحدثين اللي وردوا معنا مستقلين هذا الجدول؟ طبعا لازم حتى نبرهن انه هذول الحدثين مستقلين نعم يجب ان من الجدول كما ذكرنا سابقا ان الاستقلال الاحتمالي متحولين عشوائيين لكي نبرهن ان هذول متحولين مستقلين نعم نقول ان المحولين عشوائيين اكس واي مستقلين عشوائيين اذا كان الحدثان اكس يساوي الاي والواي تساوي الواي غير مستقلان احتماليا اذا تحقق الشرط التالي الموجود لدينا ان احتمال اكس يساوي الاكس اي تقاطع الواي تساوي الواي جي يساوي احتمال الاكس يساوي الاي اكس اي ضرب احتمال الواي تساوي الواي جي كما ذكرنا سابقا ان ثبتنا ان احتمال تقاطع هذا الحدثين هو اي اي جي ويساوي الاي ضرب فتحه جي. نعم. لنعود الى المثال السابق ولنبرهن هل هذول الحدثان مستقلان ام لا. لكي نبرهن ان الحدثان مستقلان يجب ان نبرهن ان تقاطع الحدثين بي اكس يساوي صفر والواي تساوي 2 لازم يساوي احتمال اكس يساوي صفر باحتمال الواي تساوي واي 2. نلاحظ ان اذا وجدنا جداء 1 على 9 1 على 9 وهي 1 على 1 2 وهو لا يساوي 1 على 9 الموجود عندي انا نلاحظ ان هذول الحدثان يعني يكفي التاكد مره واحده فقط يكفي انه نحن واحد من هذول الازواج الموجوده عندي لم تتحقق الاستقلال فالجدول كلياته غير مستقلين يعني المتحولين غير مستقلين نعم شكرا لي شكرا لك انسي بشرى الله يعطيك العافيه